الراديو 90 90، هواها مصر. في خناقه تانية كده على السوشيال ميديا بين تشافي هرنانديز وبين المدير الفني ماوريسيو لتوتنهام. تشافي بيتكلم بيقول ان ماوريسيو هو اللي بدا لديلي الي. هو قال تشافي قال ديلي الي من افضل لاعيبه خط الوسط في اوروبا، وجوارديولا كلمني واخبرني انه يريد التعاقد معه وجلبه الى مان سيتي. طبعا ده استفز ماوريسيو جدا ان تشافي بيتكلم على ديلي الي، ان جوارديولا كلمه وانه عايزه ياخده في مان سيتي. فطبعا هنا ماوريسيو رد بقوة وبغضب، ورد على تشافي في المؤتمر الصحفي لما كانت مباراة توتنهام وكريستال بالاس. فماوريسيو قال ان تصريحات تشافي مهمة، ان هو بيريد تشتيت انتباه لعيبة توتنهام اللي هم قريبين من اللقب او من المنافسة على اللقب مع تشيلسي. وقال ببساطة تشافي يكرهني، يعني الله ده في خناقة قبل كده، يعني في حاجة. وقال تشافي يكرهني لانه لاعب ومشجع لبرشلونة، وقال انا بعرفه كويس ولعبت ضده كتير، وكمدرب وقت كان بيحاول خداع الحكام وكان بيغش هو لاعب، فدخلوا في بعض دخلة جامدة جدا. انما هرنانديز قال ان هو اللي بدأ، بس ماوريسيو قال حاجة مهمة قوي، قال انا قابلت هنري وتذكرنا مباراة اسبانيول ضد برشلونة. احنا عارفين تيري هنري كان بيلعب في برشلونة، وقال كنت انا المدرب، وتشافي قام بخداع الحكم علشان ياخد ضربة جزاء، فالحكم اداله ضربة جزاء في الاعادة وبالفيديو وما كانش حد لمسه. يعني اذا في حاجة بين تشافي وبين ماوريسيو، وقال تشافي كذاب كذاب كذاب، ربما يعمل لمان سيتي وربما يريد مساعدة بيب. طبعا دي خناقة مهمة جدا، ان ماوريسيو بيحاول يحافظ على لاعبته، ان ما ينفعش يتقال ان جوارديولا عايز ديلي الي في التوقيت ده وتشافي هو اللي يتكلم. قال حاجة اخيرة ماوريسيو على تشافي، قال هو في قطر وبيمر بفترة اصبح فيها بيحب الحديث كتير، يعني بيخبطوا ببعض خبطه. هو ده السوشيال ميديا والإعلام.